البنت الخارقة دي أول ما مسكت الغصن المكسور رجعته زي ما كان بالظبط. هي حلوة قوي، بس الغريب إن عندها قرنين وجناحات. الحقيقة إن ماري تبقى حامية الغابة السحرية دي، والبشر أعدائها اللدودين. في اليوم ده جه تلات جنيات قالوا لها إن في ولد سرق حاجتهم فربطوه، وأول ما ماري شافته لقيته ولد وسيم جدا، بس مع كده قالت له ما ينفعش تسرق برضه، سلم اللي سرقته. ماري ما عذبتوش إنما حرارته، وماري حبت ستيفن من أول نظرة، وقعدوا يرغوا مع بعض لحد ما قرر يمشي. بس أول ما سلم عليها ماري حست بألم شديد لما لمسته، طلع إنها بتخاف من الحديد. أول ما عرف قلع الخاتم ورماه بسرعة، فتأثرت شوية باللي عمله ده، ومن هنا كل ما يكون فاضي يجي يقعد معاها شوية. مقابلة بعد التانية حبوا بعض جدا، حب الطفولة يعني. يوم عيد ميلادها الستاشر ختم على حبهم. وبعدها ماري كبرت وستيفن بطل يجي تاني. وقتها الجيش البشري جه هنا علشان يحتلوا منطقتها، بس طبعا هي أكيد مش هتسكت، جريت قدامهم وزعقت، قالت لهم اركعوا كلكم قدامي حالا. أول ما الملك لقاها بنت قال لها مش همشي، هتعملي ايه يعني؟ لو ما مشيتش يبقى انت انتهيت. هزت ايدها بس وطلع جسم بشري من الشجر من تحت الارض. بعدها خرج فرسان على أحصنة من الشجر من الغابة، وفي الآخر طلعت تنين. أول ما الملك شاف إن قوته مش هتقدر على ده كله نفد بجلده في ثانية. الملك مش بس منجحش في احتلاله، إنما كمان الخضة أثرت على صحته. وقتها الملك قال إن اللي هيقتل البنت دي هيورث عرشي. وأول ما ستيفن سمع الكلام ده قال له طب ما أنا عارفها، ففكر إزاي يقضي عليها بسلام. راح لها بالليل وعمل نفسه رايح يقول لها إن البشر عايزين يقتلوها علشان يشربها دواء، وبالفعل نامت وحاول يقتلها في لحظتها، بس ما قدرش لأن كان لسه جواه مشاعر ليها، فقرر في الآخر إنه يتخلص من جناحاتها وخلاص علشان يضحك على الملك ويقول إنه قتلها. صحيت تاني يوم والوجع ماسكها، فبصت ما لقيتش الجناحات، فضلت تشتم على ستيفن وتقول إنه لعب بيها. ماري متعصبة جدا وهي بتتكلم، المرة دي قلبها وجسمها كانوا مجروحين لدرجة فظيعة. أما ستيفن ضحك على الملك فعلا، وبقى هو الملك الجديد. أول ما ماري عرفت إنه ضحك عليها علشان يبقى الملك بس، اتجننت وبدأت تعمل مراسم وتزعق لحد ما تحولت لشطانة. عصبيتها وغضبها خلت الغابة كمان تميل للعنف معاها، قعدت تفكر تخش ازاي علشان تقتله، وفعلا لقت الحل. الجنيات جت علشان تبارك لهم على الطفل. الجنية وقفت قدام الطفل وبتقول بتمنى كل ما تكبر كل ما تحلو أكتر. وفجأة وهم بيتمنوا الأمنيات الغريبة بتاعتهم النور طفى. ماري جت تهنيهم بنفسها، بصت على الطفل وفكرت يا ترى أتمنى له إيه ده؟ اتمنت إن الطفلة دي تموت بمكنة الخياطة في عيد ميلادها الستاشر، ومش هتصحى أبداً إلا ببوسة حب حقيقية، وإلا هتفضل نايمة طول حياتها ومش عارفة تتحرك. ستيفن فكر إنه طالما مش قادر يقتلها يبقى لازم يدافع، فراح دمر كل مكان الخياطة اللي في المملكة وسلم بنته لتلات جنيات، وطلب منهم يرجعوها يوم عيد ميلادها الستاشر، بس مهما يعمل برضه مش هيعرف يمنع السحر. لقيتها بسرعة وقعدت تحاول تخوفها وتعمل حاجات عبيطة ومشي، واستغربت إن الجنيات المتخلفين دول هياخدوا بالهم منها إزاي. الطفلة هتموت من العياط علشان جعانة، فجابولها فجل لسه بالطين بتاعه علشان تاكله. الغراب ما استحملش المنظر فجاب لها وردة فبطلت تعيط. الحقيقة إن ماري مخططة لده كله أصلاً، على الرغم إنها بتقول إنها بتحتقر الملكة الطفلة دي، بس الحقيقة إنها أكتر واحدة بتحبها. كانت بتلعب وخلاص هتقع من فوق، بس ماري أنقذتها بسحرها، وبعدها كان نفسها إنها تشيلها فشالتها وقتها. عدت فترة وكبرت وبقى نفسها تخش الغابة، بس هي خايفة عليها فسحرتها وخدتها جوه، ووقفت بعيد عنها تراقبها. إيه المكان الجميل قوي ده؟ إيه الحاجات اللي بتنور دي كمان؟ فضلت ماشية ورا الأنوار لحد ما حست إن في حد تاني هنا. بعدها عرفت إن ماري أصلاً اللي كانت بتاخد بالها منها الأيام اللي فاتت دي كلها، فنادتها بماما من نفسها. بعدها شافتها بتلعب مع الكائنات هنا بسعادة، فبدأت مشاعر الانتقام اللي كانت في قلبها تختفي مع الوقت، ويومها لمت لعنتها تاني، بس اللعنة بقالها كتير في جسمها فمش هتطلع برضو إلا ببوسة حب حقيقية. بس الصدفة تاني يوم جه ملك يسأل على حد اسمه فيليب، اتقابل مع الأميرة وقتها. ماري شكت إنه بيحبها. الدنيا لفت وعدت وجي يوم عيد ميلادها الستاشر. وقتها الجنيات قالوا حقيقة اللعنة بالغلط، ما تخيلتش إن العمة اللي بتموت فيها تعمل فيها كده، فراحت تسألها انتي لعنتيني صح؟ ردت عليها وقالت لها أيوة أنا اللي عملت كده،
ماشي. قالت لها الأميرة أنا مش عايزة أعرفك تاني، وركبت الحصان ورجعت القصر. أبوها شافها وقلق لأنه مش فاضل إلا يوم واحد بس، فانت راجع عليه، ونادى إن حد يجي يمسكها. فجأة الأميرة هنا مدت صباعها على إبرة غريبة وأغمى عليها. وقتها ماري حست وعرفت إن اللعنة اشتغلت، فراحت لفيليب اللي كان معاها على أساس إنه بيحبها بجد، بس لما بسها مفيش أي فايدة، والملكة لسه نايمة زي ما هي. ماري قلقت جدا ومش عارفة برضو تعمل إيه، لأن مفيش في إيدها أي حل الوقتي. باين كده إن حياتها انتهت هنا، خلصت وبستها وهي بتعيط. المعجزة وقتها حصلت، ردت وقالت لها انت رايحة فين؟ ماري ما كانتش مصدقة وقالت لها ايه ده، انت فعلا صحيتي؟ استغربت ان الحب الحقيقي طلع منها هي. ردت ماري وقالت لها لو كنت اعرف من بدري كنت بصتك لحظتها. بعدها قررت تاخدها معاها، بس شبكة كبيرة فجأة نزلت فوق دماغها. باين كده ان السيفن مش هيجيبها البر، الاهم انه عارف انها بتخاف من الحديد فعمل كده، بس هو ده هيوقفها؟ استخدمت السحر اللي معاها علشان تحول الدمية القديمة لتنين، ضرب نار في وشهم وحررها. قعدوا يعافروا كتير لحد ما مسكوا التنين بالعافية، والحديد هنا محوطها برضه. وقتها دخل واحد لابس حديد، الملك نفسه طيرها بالسلسلة ومشي ناحيتها بالسيف علشان يقتلها، وخلاص هيخلص منها. وقتها نور غريب جه فجأة، طلع ان الأميرة هنا كسرت الدولاب اللي كان جناحات ماري محبوسة فيه، ورجعوا لجسمها في لحظتها، فوقفت على رجليها تاني وهربت من المكان بطريقة غريبة جدا. بعدها خدت ستيفن للبرج، مسكته وخنقته وخلاص هتقتله، بس برضه ما قدرتش فسابته. بس ستيفن ندل زي ما هو برضه، زقها من فوق البرج علشان يموتوا مع بعض، بس طبعا هي بجناحاته ما ماتتش، فمات مع نفسه. وقتها قلب ماري ارتاح جدا، والغابة اللي اتحولت لسواد رجعت لطبيعتها تاني، وراحت لبست الأميرة التاج اللي بيدل على ملك الغابة السحرية اللي كانت دايما بتحميها في سكوت وبعيدة عن الناس، لأنها بتحب الحياة الهادية. وانتهى فيلمنا النهاردة. أنا نورهان السيد، لو عجبكم الفيلم لايك وشير وكومنت لي فري يور مايند علشان نكبر بيكو، وهتلاقوا قناة اليوتيوب في الكومنتات، ما تنسوش تشتركوا فيها علشان يوصل لكم كل جديد من الملخصات الحصرية.